أشدها وأخطرها فيما أعلم الإعراض عن طلب العلم والتفقه في الدين، الإعراض عن تدبر القرآن الكريم، هذه من أخطر العوائق عن الاستقامة على طاعة الله، كونه يغفل ويعرض عن تدبر القرآن الكريم وعن طلب العلم على أهل العلم، حضور حلقات العلم والعناية بسماع خطبة الجمعة المحاضرات الطيبة من أهل العلم، هذه من أعظم الأسباب في عدم استقامته وعدم ثبات الحق وعدم توفيق الله له. وهكذا صحبته الأشرار وعدم صحبته الأخيار، هذه أعظم من العوائق الشديدة عن الاستقامة والحق.